أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل هناك حديث على أن هناك وباء ينزل كل عام من السماء حتى أنه ما من إناء لم يكن عليه غطاؤه إلا دخل فيه؟ نعم، أن ورد هذا القول ليس له أصل. نعم، لا، ورد في حديث أنه في ليلة من ليالي السنة ينزل وباء، إذا كان بعض الأطعمة والأشربة غير مغطى يصيبه شيء من ذلك، وهذا من الحكمة في تغطية الأواني لئلا يصيب هذه الليلة. نعم.